بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي الطلاب. وفي فيديو جديد سنتحدث في هذا الفيديو عن كيفية إنشاء إيميل جيميل وكيفية الدخول إلى البريد الإلكتروني جيميل وإنشاء حساب جديد. طبعا للدخول إلى موقع جيميل وإنشاء هذا الحساب ضروري من أجل عملية الصفوف الافتراضية. في البداية نكتب الرابط، وهذا الرابط تضعه على متصفح كروم أو أي متصفح أنت تستخدمه للدخول على الإنترنت www.gmail.com. في هذه الحالة عندما تكتب هذا الرابط على متصفحك فإنها ستظهر لك هذه الشاشة. هذه الشاشة التي تظهر أمامك وهي عبارة عن شاشة ستقوم من خلالها بتسجيل الدخول إلى الجيميل إن كان لديك جيميل سابق أو إنشاء جيميل جديد. طبعا هذه الشاشة كما تظهر أمامكم تظهر لو لديك جيميل تكتبه هنا، أو هل إذا كان لديك جيميل سابق ونسيته، لكن هنا نريد أن نضغط على جزئية إنشاء حساب، جزئية إنشاء حساب. إذن هذه الشاشة التي تظهر لدي عند الدخول إلى هذا الرابط، ومن خلال هذه الشاشة نضغط على جزئية إنشاء حساب. طبعا عند الضغط على جزئية إنشاء حساب سيظهر لديك عدة أمور، لكن للتسهيل لابد أن تغير اللغة. كيف تريد أن تغير اللغة؟ لتغيير اللغة إن لم تكن كذلك، طبعا اللغة قد تكون باللغة العربية وقد تكون باللغة الإنجليزية حسب نوع المتصفح الموجود لديك. فيوجد بجوار إنشاء جيميل زر، هذا الزر يظهر لك اللغة العربية من القائمة المسندة، طبعا هذه القائمة بجوار جيميل، ولكن في الأغلب أغلب المتصفحات تأتي باللغة العربية. طبعا خطوات إنشاء الجيميل، بعد أن تقوم بالضغط على جزئية إنشاء حساب، هذه الخطوة هنا، إذا بعد أن تضغط على هذه FG سيظهر لك هذه الجزئية، هل هو لنفسي أم لإدارة نشاط تجاري. طبعا نضغط على جزئية لنفسي، فعند الضغط على جزئية لنفسي تظهر لدك هذه الشاشة. هذه الشاشة ستكتب في البداية الاسم والعائلة، الاسم الذي تريده والعائلة واسم المستخدم، وهو عبارة عن الاسم الخاص بمقدمة الجيميل، يعني في مقدمة الجيميل الذي تريده ومن خلال سيكون. طبعا هناك ستلاحظ أن كثير من الأسماء، مثلا لو فرضنا أن اسمك أحمد أو محمد، لو كتبت أحمد أو محمد باللغة الإنجليزية باسم المستخدم، قد تجد أن كثير من الطلبة أو المستخدمون لديك هذه الاسم، فقد يقترح لديك الجيميل عدة أسماء، تختار هذا اسم من هذه الأسماء. طبعا الاسم والاسم العائلة لا يشترط أن يتم كتابتهم باللغة الإنجليزية، تكتبهم باللغة العربية لا يوجد مشكلة، لكن هنا اسم المستخدم لابد أن يكون باللغة الإنجليزية، قد يكون أرقام وحروف، ومن ثم كتابة كلمة المرور. طبعا كلمة المرور يفضل أن تكون أرقام وحروف، ويرجى الابتعاد عن رقم الجوال أو تاريخ الميلاد. ممكن أن تضع مثلا اسمك باللغة الإنجليزية زائد رقم سنة تاريخ الميلاد، مثلا السنة فقط، تأتي مثلا آخر ثلاثة أرقام من رقم جوالك مع اسمك، مع مثلا مقدمة أول حروف من الاسم، مثلا اسم العائلة مع اسم الأب مع اسم الشخصي أول حرف من كل عائلة وكذا، لكن يريد أن تتأكد من هنا الحروف. طبعا هنا نريد أن نوضح جزئية مهمة. كثير من الطلبة يكون كاتب
هذه كلمة المرور بالكابيتال لتر. وعند عملية إعادة تعيين أو الدخول ينسى أن يحول من الكيبورد كابيتال لتر، فبالتالي عند كتابة كلمة المرور تصبح لك خاطئ، أو أنك نسيت. لابد أن تعرف أن ما الذي كتبته، هل هو كابيتال لتر أو سمول لتر، لتحويله عند عملية الدخول بعد ذلك. ومن ثم تظهر لديك بعد استكمال، بعد أن تكتب كلمة المرور وتتأكد منها، بمعنى أن تعيدها مرة أخرى، وتكتب التالي، فتظهر لديك هذه الصورة. طبعا بعد ما تكتب الاسم واسم العائلة واسم المستخدم وقلنا سأضغط كلمة الثالثة، تظهر هذه الشاشة. طبعا هنا هذا البريد الخاص بفلسطين، فبالتالي نكتب المقدمة وهي عبارة عن 9 7 9 7 0، أو تكتب في مقدمة الجوال تاع الخاص بك، ولكن يفضل ممكن أن تكتب رقم جوالك مباشرة، لأنه هنا الجيميل يضيف المقدمة بنفسه. تمام. طبعا هذه المعلومات لن تكون مرئية إلا لك فقط، وقد وتضع عنوان بريد إذا لديك بريد إلكتروني آخر تضعه من أجل عملية استرداد الحساب في حالة أنك قد نسيت هذه الحساب. طبعا تستخدم مثلا يوم ميلادك أو يوم تعيين شو اسمه هذا الإيميل، هنا اليوم والشهر والعام، الجنس، ولاحظ هناك بيانات إجبارية. طبعا هذه البيانات الإجبارية تجد أمامها لابد أن تكتبها، وهذه لكن لو كان اختياري يكتب لديك اختياري، مثلا هنا اختياري هنا اختياري، لكن الجزئيات الإجبارية لابد أن تعبيها، لأنه لن تستطيع أن تنتقل إلى الصفحة التالية إلا أن بعد أن تقوم بتعبئة. طبعا تضغط هنا على التالي، ومن ثم يظهر إليك هذه الشاشة. طبعا هذه الشاشة التي تريدها هي عبارة عن عقد بينك وبين شركة جوجل، فبالتالي يريد أن تعلمها، فبالتالي تضغط في أسفلها، في الأسفل هنا، لكن هي هنا غير واضحة. بعد أن تقرأ هذه البنود يوجد هنا في الأسفل وافق أو لا وافق، تضغط على زر وافق. طبعا يكون في جزئية مربع هنا ليست موجودة، مربع صغير جدا، تضع عليه صح، وبمعنى أن تضغط عليه كليك، ومن ثم تضع كلمة وافق، وبالتالي هنا تكون قد دخلت على البريد الجيميل، وأصبح لديك جيميل، حساب جيميل. ترجع لنصف الصفحة الأساسية وهي هذه الصفحة، ونكتب الجيميل الذي كتبناه والذي اخترناه وكلمة المرور، فيدخل إليك في البداية إلى هذه الشاشة. كما ترون هذه الشاشة التي ستظهر بعد عملية التسجيل في الجيميل. هذه الشاشة ماذا تحتوي؟ تحتوي حقل للبريد الوارد هنا، وهنا تضع قائمة إنشاء لإنشاء رسائل جديدة. طبعا من ثم المميز النجمة، وهي هذه تستخدم تمييز الرسائل حتى يسهل عليك العثور عليها عند الحاجة، بمعنى في رسالة قديمة مع كثرة الرسائل التي تأتيك قد تنسى، أو تريد أن أحد الطلبة أو المعلم لك أرسل لك ملف تعليمي مثلا، تريد أن تضع فتضغط عليه النجمة فتميزه، في حالة أنك تريد إلى الرجوع إلى هذه الرسالة فتضغط عليها، فكل رسائل مهمة التي تريد أن ترجع إليها تظهر إليك. البريد المرسل هنا والمؤجل، أشياء الاجتماع ممكن هذه تستخدمها في الجيميل من أجل عملية الاجتماع بالصوت والصورة. طبعا ممكن هناك هنا على شق اليسار من الشاشة نضع نجد 9 مكعبات. هذه 9 مكعبات مهمة جدا،
لماذا؟ عند الضغط عليها، عند الضغط على هذه التسع مكعبات ماذا يرى؟ تطبيقات الجيميل. طبعا هذه التطبيقات الجيميل مهمة جدا. لماذا؟ لأنك ستلزمك، نريد أن نوضح هذه الجزئية، طبعا غير ظاهرة هنا، لكن أريد أن أبين أنك عند الضغط عليها ستظهر لك كثير من التطبيقات، ومن هذه التطبيقات الدرايف، وهو عبارة عن جزء يعطيك مساحة معينة لتخزين ملفاتك، صورك، ملفاتك، وورد، شغلات، وأهم شيء يوجد فيها جزئية الكلاس روم، وهي الصفوف الافتراضية. إن لم يكن لديك هذا التطبيق تستطيع أن تضغط عليه وتدخل عليه من خلال الجيميل. طبعا لإرسال رسائل بريدية تضغط على جزئية إنشاء على شقة اليمين فتظهر لك هذه الشيء. طبعا هنا نرى في الأسفل، وهي خاصة بعملية تنسيق هذه الرسالة من حيث الخط، الميلان، كبر الخط، هنا ميلان، هل تريد أن تضع خط تحتيه، نوع الخط، من يمين اليسار، اللي هي عمليات تريد أن تحذف هذه الرسالة، اللي هي كل ما يتعلق بعملية الفق. لكن هنا نرى في إشارة الدبوس، هذه إشارة الدبوس تستطيع أن ترفق أي ملف موجود لديك، سواء هذا الملف كان صورة أو ملف وورد أو ملف بي دي أف، فبالتالي تستطيع أن تستخدمه. طبعا هناك خطوات كثيرة في الجيميل، هناك مثلا قراءة الملفات سنمر عليها في فيديوهات أخرى. إن أعجبكم هذا الفيديو اكتبوا لنا في التعليقات، وإن أردتم أن يتم شرح كيفية إنشاء صفوف افتراضية اكتبوا لنا في التعليقات، ونرجو أن يكون هذا الفيديو السريع قد نال إعجابكم. يرجى الاشتراك بالقناة وأن تنشروا هذه القناة بين أصدقائكم وأحبابكم، وننوه أننا نقوم بإنزال الكثير من الفيديوهات الخاصة بالتعليم، وبالتالي للصف العاشر والحادي عشر وتوجيهي. فنرجو ونكون سعداء بدعمنا بذر لايك ونشرها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.